الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يلا يا جهز. دقيقة بس بدي البس الحفاية. هلا مرحبا، كيفك مهدي؟ هلا، تروح الجامعة؟ يلا يلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة تطفئ حر القبور عن أهلها. يعني أحيانا الإنسان ما يضمن نفسه، من يضمن نفسه أنه في الجنة وأنه في القبر لا يعذب وأن الله عز فينجيه؟ نقول بصدقة قد تكون بعشر دراهم، قد تكون بمئة درهم، بأقل، بأكثر من ذلك، المهم تخلص بها لوجه الله عز وجل وترفع الله درجتك عنده في العليين. نقول يخبر عليه الصلاة والسلام أنها تطفئ صدقة، يعني تشوفها بسيطة. بعض الناس يقول إيش عشرة، أنا أتبرع عشرة، إني أتبرع بمليون ولا لا؟ لا، أقول لا، اليوم أرسل رسائل حث فيها من تعرف اللي وياك في الجروب كما يقولون المجموعة، حثهم على الصدقة. يا أثرت الكلام الشيخ، تتذكر الفقه اللي طلبته؟ انا اسف كثير مشان طلبت المال. عادي عادي، هاي صاري. شكرا شكرا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.